أكلنا سوا، ما قري لك. الله تقتو باش قلتو اشكي علاش؟ قد بين الزهيمر، الزهيمر احيانا يقلب فجأة. لا الله يرحمك، كنت اكل بشباش خيرات. ايوه، وبعدها لقيتي هذيك الشطة. والله انا الشطة الزهايمر. كانوا يصلحين شيبس، وانا اسكب فوق الشيبس ما هذاك يقدرش شطة، يصبر. وهن خرجين مقعدي. تمام. يا الله بالليل. تمام. ايوه، وبعدين يا اختي يا قعقاع. الله يشفيك. امين يا الله. ادعوا لنا بالشفاء. الصقر، ارحب الصقر، كم اشقي ارحب. هاليا؟ الحكم 5000. ها، من 5000 عشر الله يرحم والديك. لا تخلي بدقه، خلاص. من 10، من 10 ان شاء الله. اللي عندي مش قصروه ونحكم. ما يعطيش دعاء. تمام، عيني داعي من يا ابو عماد. لا تستهني باللي عندي. الحكم الاول، اذا قلت 10 شمردك مردعه. ها، على عيني. جيب لي بس 5000 على الدبل، 5000 على الدبل، 5000 على الدبل، بس 5000 على الدبل. ما يرضي الصقر، ما يرضي هذا، ما يرضي ينفذ على 2000. الحين بشحن لك. يلا قولي يا شباب. ليش يروح عند سعود ومقعيد؟ عادي عادي يا زين، بيونات عادي. ربي يجيب الخير ان شاء الله. الله كريم. والله ما حساب يذكر اسمائهم. ايش؟ ليش يروح يدعموا عند سعود ومقعيد؟ انت انقاهم معك رجال. داعمين، معك داعمين يا ابو عماد. وينهم؟ الله يبارك لهم. وينهم؟ اشوف كلهم زلك وسود. ما ادري وين جاء، والله ما اقولش الاخير. بالله منزل لك 10 اسود، 11 اسد. وين سرحوا؟ عيون عاد الناس. داري وين راحوا. حسون، ارحب يا حسون. الله يسعدك يا حسون، بيض الله وجهك. عاش من غزة. ما راضي حسون ينحكم من 2000. هذا متطور. هذا الحاج حمود يقول يا أبو عماد لو سمحت اسأل قمر، نو اسأل ملاك، هل هي متزوجة؟ أكيد متزوجة يا حاج حمود. ايوه، معي 10 جوال. الله يبارك لك فيهم. امين. لو سمحت اسألها، قل لها لو أتقدم لها هل هي موافقة؟ والله أنت قدك عجوز معيش، وبعدين قديم بعدين السنة. اقول معي 10 جوال. لا اسمع، ما اقول لك معها 10. عليك رحمة الله، دي جالس الا بعد النسوان بالتيك توك. قول لها زوجها، قول لها زوجها. هذا هو اللي يدعم. ايوه قول له قد عمري 50 سنة، بكره عيد ميلادي. اما ان شاء الله. 50 سنة، بكره عيد ميلادي. أنا عمرها 50. أو أنا بقش كبر منك بسنة ما شاء الله، بس عامل فلاتر ما شاء الله. أين نسكور يا جماعة؟ وين نسكور؟ ولا والله واقف واحد يبصر عندنا مو ذا. الحاج حمود يا أبو عماد قل لها أنا مغرم بعيونها خضرانيات. أي عيونها حلوات يا حاج. قل له هذا فلاتر، فلاتر لا يغرش، هذا فلاتر. يقول لك فلاتر يا أخي، عليك نعمة الله. دي أنت الله بعد الإسلام بالتوك توك عاد معك مهرة. قم سلطب الله، وما عاد جاهز لك أن لقيت من وحدة تطلع معي تدور خبر وعلم. الله يلعنها، طبيعي معك. هذا قادم مخرف، مخرف اللي عندك. الله.
ايوه احنا والحق الحمود اليوم هذه. ايوه والله الشيبان خربوا يا ابو عماد، يا ابو انت. عماد، كل ما اشوف عيونها يقع بي رازم رازم طول الليل. يعني مش هيك تقول يا حاج؟ قل الله يجعله رازم يخرج منه، يعني لك رازم ما تخرج منه، كل يوم يجي له كل يوم يدخل لك. هذا القاثم الرازم. ها اخبر الله، هذا العيون خيبه. سألك دنا بالله، هذا القاتل يا عاني عاني هذا حاجة اللي يقول ما شاء الله، هذه حق الجيران. يا أبو عماد، يا أبو عماد، نفسي أقدم شفايفها. الله يلعنك ويلعن حقك. لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا طالعين نلعب ولا طالعت مهبلاقة؟ عليك أدقد غزال هان عندي، وانت اللي ما تقرأ. خلني أكتمه وبس. كتمناه آخر 6 دولار مهلة. والله خطير قسما بالله، صدقني ما يكتب الحق عماد، الوفاء يرحب الوفاء. أمانة تفوزني قولة طيبة حكم من 2000، من من عشرة عشرة ألف الوفاء لو فيه يرحب. وبي منه، هاي جاز يرحب الوفاء لو فيه يرقم لنا 10000، خلينا نحكمه. وبي عشرة منه ألف، 10000 احكمه. حيا حيا حب لو فيها حيا نبدأ قلبك وروحك. صدقني يا أبو عماد لو فزت ما شرحمكش بالأحكام، وتحداش والله ما رحمك بالأحكام، أحكام ناكن قاسية. أنت والحق حمود، 10 ورود، 10 ورود، قلب 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 أي قعدتو أبو اللاطي زمك يا حمزة، قلب. عربتو أمك بطيزها واعمل لها 100 رازة. 10 ورود. شوف يا بشار، يوه ما في معانا غير بشار. ارحبوا ريباس، ارحب شو اسمه ده، مدري شو اسمه، الدبل الدبل. ما الأسماء معاهم أسماء العالمين، يجعل لك عرفتوا الحق كل يوم حمود عالمين. رازق تخرج منه، يجي لك كل يوم القاثوم. ما الأسماء اللي أسماء معاهم، يجعل لك حديث ندف، لا مشدة ولا عطيف. أقل إشقاهم لا يكفح بصلاه ويعلقوا طب الجمعة الدبل الدبل. يعلقوا بالقسطاط لكل الناس يدولهم. الله يلعنها طبيعي معاهم. ما لهم اللي عندك كذا ملاقيف، في مثل الدهمين والصياد وابو ليث والشامخ والسيل الجارف ورقم ما صعب لهم. يمني، شق لقيتهم متعلقين به؟ لا والله انهم كفو ذب سمن الاسطورة، بيه، انا خريج من طيز امك والله السبورة. انه يشهد انهم كفو، الصياد والسيل الجارف ورب انهم كفو، والله والله العظيم قد شفت منهم غلط. يدعموا دعم محبة، الله يسعدهم. وعليكم السلام. يا أبو عماد، يا أبو عماد، نفسي الله نفسي يسعدك، آمين يا رب. خلاص بنعرف نفسي بالدولة، ما في مع المستوى. الله يلعنك المحقق كنان. قلت أبو اللاطي زمك، عرفت أمك ليه وخواتك يلعب لو عندك حكام؟ أسرة المشكلة يقول له احكم من عشرة ألف، وابن الكلب الحكم من هذا عشرة بيرد ألف عليك. هذا احضري، هذا اذا جاء عندك هذا كنان قال لي يسب شان ابن الكلب. تكبس شير، تكبس شير، عيري بشتمك ما الباب. يظن، ما يظن حكم على ما في الحكام. حاجة ابو كبري، ما كل من ما جاء التوك توك طاي خيبه. قال الله يلعن امك وسخ ابن وسخ بيغلط عليش. هذا القواد ابن القواد، واحد اسمه المحقق كونان. أشد له بس كلمة يا أبو عماد، احضري ابو، يا أبو عماد،
انت المفروض بامكانك انك تقدر ترد عليه تقول له عيب، هذا زي بنتي ما ينفعش الكلام هذا. المفروض ما تقرا، المفروض ابو عماد ما تقراش. احنا نطلع نلعب، احنا صح نطلع نلعب، وانت عارف اني محترمه وما يعجبني ذا الكلام. قالوا بعض ام خانيس. استني استني، انت عارف اني محترمه وما يعجبني هذا الكلام. مو نعمل وانا زي بنتك، المفروض ما ترضي بالغلط خالص، ما ترضي عليه بالغلط. انا ما صلح، انا لا اعيرهم على شيء. لا تقرا لا تقرا لا تقرا الكلام، خلي خلي بين خلي بين اللعبه بس من غير ما تقرا. كل واحد يعلق باحترام ولا غادي. نفس ما نفس ما احترمك احترمني. على راسي انا لا ازعل عليش. طيب لا تقرش الكلام، اذا تزعل عليها لا تقرا الكلام. والله الونات مغرية التينور، عادي خذهن. يا عيني احب العافية. لا صراحة العب مع الكل والله بس باحترام قسما بالله. اوف راسي والله ان احنا بنحترمش. ابو وليد. نعم العب مع الجميع. هي كيف استحي انا شيري بامك؟ جماعة تكبسوا شير تكبسوا شير الدبل شباب الدبل، انا على الاقل فوزوني قولة قولة بس نفوز قولة بس احكموا 470 باللايف ولا قولة الله المستعان. ولا قولة ايش نفوز قولة 10000 كفو نحكم ابو عماد الحكم الاول يا ابو عماد. متأكد اني شوز هذه القولة ان شاء الله. والله انني احس انكم في 470 ولا في واحد فوزني. منهم الله المستعان. تكبسوا شير تكبسوا شير الدبل الدبل 5000 بس على الدبل 5000. بشار يرحب كفو الونات تبعي لا تروح وناتي توم عدا عمين. والله حسون الله يعزك يا حسون كفو كفو يا حسون شكرا يا ملاك خلتوني لكن الله لا لا بارك لهم يعني شاقي لا لاقي الدبل جماعة الدبل شباب الدبل دبل جماعة الدبال. يلا نلعب لي آخر جولة. خلاص آخر جولة. ما في أحب الأوفياء بطالب مني قسط، أنا أستأذنش. يلا طيب روح لك.